سلامات انت طول الغيم وعذوق النخال والطير تزف بها الشموس من النفوس الشيخ الغالي. ارحب بكم من جديد مشاهدي الكرام، حياكم الله في الجولة الثانية من المرحلة الثالثة من المسابقة الشعرية الكبرى سلامة سلطان تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان المستشار بديوان سمو ولي العهد. وعلى بركه الله نبدا الجوله الثانيه مع الشاعر والاعلامي محمد بن مخلد الذيابي. تفضل يا ابو بدر. يا وطن دام عزك على مجد ونما، منبع الاسلام رمزك مقابيس الهدي، تحت ظل اللي وقت الصايبات احكم على الفخر يملكياني بحكام بلدي. ما طلوع الشهيل لحظه بزوغ في السماء، جات بشرى تبهج النفس شاشع الجدي، فيك يا سلطان بشرى بوادرها كما وبالغيث في مثانيه زخات ابردي. عانقت رخم السحايب بعد شدة ظما، والهبايب في سلامتك ذعذاع الندي، ما لحبك في الضماير حدود ولا غما، ما احتدن حب المخاليق عن جوفي حدي، حبك الصادق يعانقك ريات الدماء عند كل الشعب مالك على البيد لدي. المعاق تحسسه عطف بيديك ارتمى، واليتيم تعيد له بسمته بعد تغدي. الكرم يبصر كفوفك وعن غيرك عمى بهجته يذبح لعودتك يا رمز الفدي. فترة علاجك يلازمك حما يلحمى سيدي سلمان، من هالطواغيت تهدي رافقك رمز بنهجه يحيرون علما، من بحث في منهجه قال يا قل جهدي، الشجاعة والوفاء في مزاياه زعما، راض عن حب المعالي بقطرات الثدي، صيرميا وانزما قدم هالعايل زما نجد في شوف التباهى عسى عمره مدي. الوفا من فعل سلمان للعليا سما، اعتلى ثم قال سلمان رمزي وسعدي، اعظما يا ابن معزي على الماجد اعظما، ما اعتلينا الماجد والماجد ما يقبل ردي. انتهت القصيدة، شكرا جزيلا ابو بدر. الجولة الثانية تبدأ بالشاعر زيد بن سلمي، تفضل أبو ممدوح. حقيقة قصيدة جيدة جدا، وطبعا أكيد القصائد كل اللي جايتنا في الحلقة هذه الجولة، نعم لا بهالجولة هذه أنها بتكون قصائد شعراء وصلوا لهذا المرحلة. فحنا طبعا شاعر اختار القافية هذه، والقافية دي صعبة شوي، ولكن رغم صعوبة القافية ولف يعني مفردات جميلة جدا، وأنا أشكر الشاعر صراحة على شعوره وعلى إبداعه الشعري، قصيدة جيدة جدا. شكرا لك، شكرا أبو ممدوح. تفضل أبو يزيد. في الجولة الأولى تحدثنا عن صعوبة القافية وأنها يعني في الغالب تأثر على مستوى النص، لكن طبعا هذا مو على الإطلاق. الشاعر الجيد يستطيع أن يطوع القافية مهما كانت، يعني أمامنا نص نعتبره نص عظيم على الرغم من صعوبة القافية في الصدر والعجز، لكن الشاعر ما عسف ولا مفردة، يعني جميع المفردات جاءت كما تنطق بشكل عادي، جميعها جاءت بسلاسة وعذوبة وجمال، وحتى في صور مستحدثة جميلة، عانقت رخم السحايب بعد شدة الظما، قصيدة مبهجة إلى أبعد الحدود. شكرا. تفضل أبو ماجد. والله قصيدة جميلة جدا، أنا يعني أعتبرها قصيدة رائعة، فيها صور جميلة جدا، عانقت رخم السحايب بعد شدة ظما، والهبايب في سلامتك ذعذاع الندي، فما أحلى من هالصورة، يعني حتى النسمة اللي جاية الهواء معها رذاذ مطر. جميل جدا هالشاعر، والله يمكن فيها بيات واجد كثير، يعني لو بأرجع لها يمكن أعيد أكثر القصيدة. القافية طبعا كان لها دور، جرس الموسيقي عنده جميل جدا، تحت ظل اللي بوقت الصعيبات حكمها، ما يبكى المعصيلة ولكن حكمها فعلا في قصيدته. جميل، صح لسان شاعره، يستاهل. الله يعطيك العافية، يعطيكم العافية جميعا. نتعرف على اسم الشاعر يا أبو بدر.
شاعر مدلة ابن عبد الهادي الضميان الجذع. شاعر مدلة ابن عبد الهادي الضميان الجذع، الله يعطيك العافية، نتمنى مشاهدتك في حلقات مقبلة، شكرا جزيلا لك. الثانية. من هجوس اللي هجوسه ما تخيب ظنه، لا دعاها داعي الواجب تجيب الداعي، أتبارك في نواصيها لجت مستنة، مسرجات بدون عنك كلها مطواعي، شاقها طروق اللي فنها من فنه، أنت قيزين المثايل والدروب وساعي، يا نديب فوقها رد السلام وثنه، الولي العهد أبو خالد طويل الباعي، باسمي وباسم الشعوب اللي تحبه هنه، بالسلامة والسلامة غاية الأطماعي، يا عسى ما قدمه من خير يدفع عنك، كل سوء يحفظه ربي حفيظ الراعي، ويالله اقبل دعوة اللي بالعطاء ممتنة، ما سمعها إلا السميع المعطي المناعي، كافل الأيتام أبو خالد جزاه الجنة، غيث الياناش ديره عمها المرباعي، ريف داره ظل شعبه اللي هي بلسنة، عيل ميم فوقه ورود مضمي الشراعي، والقلوب اللي على مثل الجمر مستنة، ما يبرد حرها إلا ساعة المرجاعي، ننتظر ساعة وصوله وانت باشر لنا، وجه خير للبلاد وبلسم الأوجاعي، رافق في رحلة الشيخ انغلاه إن كنا، شيخ نجد اللي غلاه تضمها الأضلاعي، ومن وفى سلمان في سلطان فعل سنة، يضرب بفعله مثل تضرب بها الأسماعي، ومن وفى سلمان في سلطان فعل سنة، يضرب بفعله مثل تطرب لها الأسماعي، عاش سلمان المكارم ونتعلم منه، الشجاعة والمروة والضمير الواعي، والثنى والحمد لله ما لغيره منه، خير دار وخير قايد للرعية راعي. يعطيك العافية، الحمد لله. تفضل أبو ممدوح. سيدة الصراحة جيدة جدا كسابقتها بكل المقاييس الشعرية وكل المفردات المطلوبة في النص، والحقيقة كل بيت من هذه القصيدة يشاد به، وأنا أشكر شاعره. شكرا جزيلا لك أبو ممدوح. تفضل أبو يزيد. قصيدة جيدة لحد بعيد، فيها الكثير من المحسنات البديعية، فيها الكثير من الاستعارات الجميلة، الصور ما كانت بالشكل المطلوب، ولكن القصيدة بشكل عام أكثر من جيدة. يعطيك العافية، شكرا. تفضل أبو ماجد. والقصيدة لا بأس بها بالنسبة لي أنا، قصيدة يعني شعور شعرها جيد وطيب، وكنت أتوقع أنه يعني نسمع شيء إبداعي جميل جدا، يعني في لأن خصوصا الأمير سلمان الله يطول عمره إن شاء الله ويجيبه بالسلامة، هو يا صاحب السمو الملك الأمير سلطان عبد العزيز متعافي وطيب، يحتاج إلى أكثر من كذا من الكلام اللي الأمير سلمان يعني وقفته والعمل اللي هو سواه من أخوه، هذا شيء ما يستغرب عليهم طبعا. صحيح. ولكن يحتاج إلى شعر. هو قال في القصيدة نتعلم منه، يعني أي أنت ما في شك أنه هو نبراس للناس الآن بالنسبة للأخوة والتعاضد، والشيء جميل جدا أنه هذا في قادتنا، وقادتنا هم يكونون نبراس لحين نشوفهم قدامنا عليه، لكن ودي أنه الشاعر يكون أكثر قوة وحماس في هذا الكلام، وقصيدة جيدة شعورها طيب، وأشكر شاعرها. شكرا أبو ماجد، يعطيك العافية. تعرفنا على التحكيم يا أبو بدر. الشاعر متعب بن عايض الذيابي. الشاعر متعب بن عايض الذيابي، الله يعطيك العافية على القصيدة، ونتمنى لك التوفيق. الثالثة. باسم المواطن والوطن، باسم الولاة تحت العلم. باسم المواطن والوطن، باسم الولاة تحت العلم، باسم الشعوب المسلمة واسم جميع أقطارها، أزف باقة تهني أهل المملكة فيها نسم، من ريحة الكعبة لأبو خالد نزف زهارها، فيها أحمد الله واشكر الله، عد من زار الحرم على سلامة هامت بصدورنا مقدارها، شخصية تفخر بها روس العرب بين الأمم، نفرق بها ما يفرق الفاروق عن كفارها،
ركنا علي من المليكة اللي بحبه نلتحم درع الوطن عز الوطن رمز الوطن وشعارها سلطان سلطان المكارم واليمين أم الكرم من جودها ما يشدون ورودها صدارها سلطان سلطان على كل القلوب عن الأمم ولها القلوب وشوقها وشعورها وشعرها يا سيدي لو الحرارم على صايل تستهم مشهور والجازي تجيك من الهموم أخبارها سلمت واسلمك الكريم وزال باسك وابتسم وفراحنا منص الخيار من الحرارة ديارها نعم الحزام اللي تحزم بسند من يحتسم مع طولة الطرقة من الرفقة يبين خيارها نعم الحزام اللي تحزم به سند من يحتزم مع طولة الطرقة من الرفقة يبين خيارها نصف العلاج إلا العلاج من العديم الملتزم سلمان أخير أهل الوفا شبره يفوق شبارها سلمان أبر من الأبر بوالديه ولنهزم فوق البسيطة موقفه ما ياقفه ديارها عزمته من همته ومهمته فيها اعتزم بيض تنشر له مع العالم تدوم أذكارها سلمان سلمان السعد محصي وصوفه بالقلم زيزوم نجد وغيبته عنها غياب أقمارها هذا وصلى الله وسلم ما ابتدى القاف وختم على رسول سنته عن خيرها عن غيرها نختارها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شكرا جزيلا يا ابو بدر تفضل ابو ممدوح ده رائعه صراحه وجاد شاعرها واكيد ان شاء الله ان كل هالشعراء اللي نحكم لهم انهم من خيره الشعراء واشكره على هالموهبه الشعريه شكرا يعطيك العافيه ابو ممدوح تفضل ابو يزيد قصيده ابتدات بنفحات ايمانيه جيده وانتهت بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وما بين هذه النفحات هناك الكثير من الإشراقات الشعرية الجميلة يعني على الرغم من كثرة الصور لكنها لم تربك النص نص جميل جدا وفيها الكثير من الأشياء اللي تحتاج للكثير من الكلام ولكن بعض النصوص يعني يكون النص في جمال أنك تقراه وتترك للحكم المتلقي جميل يعطيك العافية تفضل ابو ماجد والله القصيده انا اعتبرها من القصائد الرائعه جدا شاعرها جميل جدا ابدع حتى في وصفه وفي كلامه عن الامير سلمان وجميل جدا كل ما قال له بيت عجبني في فكرته سلطان المكارم واليمين ام الكرم من جودها ما يشدون ورودها صدارها يعني اسال الوارد ما ينشد الصادر وش جايب يعني واثق انه ما صدر له نعم منعم فاقولها الشاعر صح لسانك والصور والله كثيره اللي فيها القصيده لو اخذها كلها بطول حتى على البرنامج يقول صح لسان شاعرها ويستاهل شكرا الله يعطيكم العافيه جميعا نتعرف على اسم الشاعر ابو بدر شاعر عوض الخصيوي بن بتال الحافي الشاعر عوض بن خصيوي بن بتال الحافي الله يعطيك العافية على القصيدة ونتمنى لك كل التوفيق في المراحل المقبلة القصيدة أي رقم؟ الرابعة يا سيدي والله سجن التباشير على رجوعك للوطن بالسلام وجبال حايل بشرت قمة النيل ونرج درسلت بشرى الساحل تهامة وجبال حايل بشرت قمة النيل ونجد أرسلت بشرى لساحل تهامة وحتى طيور السعد صفت طوابير وحمام بيت الله حمامة اي والله أنت الخير وزيادة الخير والخير فعلا ماخذ اسمك علامة تذوب أزمات الليالي المعاسير وترسم على وجه الحزين ابتسامة يا سيدي حتى ولو يبعث زهير والنابغة يرجع بكل اهتمامة في وصف طيبك يلحق الشاعر تقصير
ولا على الشعار ما به علامة في وصفي بك يلحق الشعر تقصير، ولا على الشعار ما به ملامة حنا اجتهدنا وانت فوق المعايير واسمك بلغ فالمجد ذروة سنامة. لكن ترانا الحين جنبك بغدير متمثلين بشخص عالي مقامة سلمان راعي وقفة العز ما غير ندين لحتى تقوم القيامة. وقفة شهامة ما لها غير تفسير روح الأخوة فوق روح الزعامة بإذن الولي ما عاد للخير تأخير. يطيب هلت يطيب لهلة تمزون الغمامة ويا عين إلا الدمع والدمع تعبير دمع الفرح بوصول رمز الشهامة تدري وش أكبر مكرمه منك يا أمير إنك تعود للوطن بالسلامة. الله 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 شكرا جزيلا لك العافية. تفضل أبو ممدوح. صراحة قصيدة جيدة جدا رغم إن قافيتها من القوافي المستهلكة ولكن أجاد شعرها صراحة وأبدع وأورد فيها مفردات جزلة. وقفة شهامة ما لها غير تفسير روح الأخوة فوق روح الزعامة تدري وش أكبر مكرمة منك يا أمير أنك تعود للوطن بالسلام. هذا نقول إن شاء الله, الله. وهذه قدرة الله إن شاء الله نهرج. ولأن المواطن بأمانة تعود على المكارم يعني من هالأسرة الكريمة فعلا يعني. وهذا بعض من أكبر المكرمات اللي إحنا إن شاء الله فرج الله فرجاها وإن شاء الله أن الله ما يخيب رجلنا إن شاء الله نقريب إن شاء الله. شكرا شكرا أبو ممدوح. تفضل أبو يزيد. حنا اجتهدنا وانت فوق المعايير واسمك بلغ في المجد ذروة سنامة. نقول للشاعر انت بالفعل اجتهدت واسعدت واضفت الكثير. الروح الشعرية عالية جدا, الصور جميلة, كل ما في النص جميل لا بعد الحدود. شكرا ابو يزيد. تفضل. قصيدة رائعة. انا بالنسبة لي اعتبرها قصيدة رائعة جدا ولا ودي ادخل في كل البيوت ولكن اقول لو ما قال لها البيت اللي عده ختمها مسك شهامة ما لها غير تفسير روح الأخوة فوق روح الزعامة لو ما قال لها البيت يكفيه لا تقول البيت هذا يصير مثلا. جميل صح حسن شاعر. شكرا شكرا لكم جميعا. نتعرف على اسم الشاعر أبو بدر. الشاعر فهد بن أحمد بن خليف الذبياني. الشاعر فهد بن أحمد الذبياني الله يعطيك العافية على القصيدة الجزلة ونتمنى لك التوفيق ومشاهدتك في الحلقات المقبلة إن شاء الله. من فناجيل الشعر ودلالها الجذابة ما يقند هاجسي غير البيوت الحية بعد فاحت فالضمير وفج قلبي بابا انطلق منها خيال وسج رجل فيا قد مضاله عام كامل والحزن ينتابه ما رغنت له على غصن الفرح قمرية في سلامة سيدي لبس قصيدة ثيابك امتطى صهوة معاني شرد منقية انشرح صدر البلاد وفز شوق ترابغ وانتظر وبل الفرح في الكورة الأرضية انشرح صدر البلاد وفز شوق ترابغ وانتثر وبل الفرح في الكورة الأرضية يوم شعب المملكة صفق له هلابه بعد بث وصور تف الشاشة الفضية نفوس من الغلايا كثر ما يحظى به تحت ظل الشوق ترقب له نهار الجية الأمير اللي لسان الشاعر لو غنى به يستحي وزن القصيد وتخجل القافية رافق الصقر الرياض وشال هم غيابه وفي صار أروع مثال لتضحية شخصية سطر التاريخ في سلمان كل أعجابه وارتوت صفحاته بوقفاتها القومية أشرقت شمس الوفا من سيرته وكتابه ولبق الطيب عرش ما اعتلى كرسية وغير حمد الله وشكره ما نقول الجابة ودعوة في الغيب من قلب صدوق ونية بعودة اللي يحبهم من حبهم نحيا بحبهم زاد الضمائر والعروق الحية. الله يعطيك العافية أبو بدر. تفضل الشاعر زيد بن سلمي. هي برضه القصيدة ذي كسابقتها قصيدة رائعة صراحة وأشكر شاعرها ففعلا بعض من الزملاء الشعراء
لما يتطرق مثلا الامير سلطان يعطيه حقه وحقه اكثر من ذلك. واذا وصل للدور سلمان برضه يعطيه. لكن في بعض من الشعراء رغم قله الابيات فيوزنها وزن بكل الاثنين، لا من القصيد ما يوفيهم حقهم لما قاله الشعراء. صحيح. لكن كل شاعر صراحه اعتبر هذا الشاعر انه اوجد اجاز في ابياته الشعريه اتجاه الشخصيتين المعروف. جميل. واشكره على كل حال. وانا اشكرك ابو ممدوح. تفضل ابو يزيد. من فناجيل الشعر ودلاله الجذابه ما يقند هاجسي غير البيوت الحيه. بيوت حيه فعلا وتابعت الحياه في 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 كل ما تصل اليه. قصيده جميله جدا، قصيده في في قمه الجمال، يعني فيها اشياء كثيره لكن يمكن الوقت ما يسمح في في استعراضها، ولكن يعني تبقى بالنسبه لي مبهجه لابد الحدود. جميل، الله يعطيك العافيه. الشاعر حمد الاسدي. والله قصيده من القصائد اللي يعني يتغنى فيها الواحد، يعني لا في لا في قافيتها ولا في بحرها اللي غنيت عليها. كل قصيده جميله جدا وشاعرها مبدع وما قصر، يعني شعور جميل واجاد في الشيء المطلوب بهذه الابيات الجميله جدا. له بيت جميل يقول الأمير اللي لسان الشعر لو غنابه يستحي وزن القصيد وتخشر القافية. الله. شاعر شاعر جميل جدا وصح لسانه. صح بدنك، والله يعطيكم العافية جميعا. تدري وش الجمال أبو بدر في هالمرحلة وفي هالجولات؟ قلة الملاحظات. الحمد لله. وإلقائك الجميل. اسم الشاعر. شاعر بندر بن مصقال المرشدي. الشاعر بندر بن مصقال المرشدي، الله يعطيك العافية على القصيدة الجزلة والأكثر من رائعة. نتمنى لك التوفيق ومشاهدتك في الحلقات المقبلة. السادة الفرح كون انت جلت شمس المكنونة، نورها يجلي غياهيب الدجاب شراجه، والقصيدة اهتز خفاقه وجر الحونه وامطرت سحب المعاني وارتووا عشاقه. فرحة بالحمد لله والثنى مقرونة، ترتسم بوجي الشعب المملكة وأعماقه، بعد ما كانت بصحة سيدي مرهونة طاب شعبه يوم طاب وعبر النشواق عن غلا سلطان. واللهفة الغيث مزونة من حنانه من ندى كفه ودمث أخلاقه، صاحب الصدر الفسيح الكل من ينصونه، يحتوي شعب سكن سلطان ونحداقه، صاحب اليمن الطليق الحربه المسنونه، ما يجي مضرابه الا في صميم الفاقه، كل دعوانا عسى المولى يرد ضعونه للوطن ونفوسنا ظناها حنين فراقه، لو تصير بكيف شعبك كلهم يفدونه، لو تطلب صحه اجسامه وقطف عناقه، همهم شوفه وشوف مرافق يغلونه، الكريم اللي يمينه بالعطى سباقة، جسد شروط التلاحم جسد شروط التلاحم واكتمل مضمونه، له سنة من يوم وقع سيدي ميثاقه، هكذا الوقفة وتعريف الوفا وشلونه، عن شقيقه ما استطعنا الظروف ارهاقه، الوفا لو جاب صورة شخص وش يعطونه، منك يا سلمان يا دمه يا خفاقه، أنت لسانه وكفه وأنت نور عيونه، وأنت عنوانه مجد قامته عملاقه، يا مدى عز قصيدي ثني من دونه، ما توفيها المعاني كامل استحقاقه. حقيقة قصيدة رائعة كسابقتها صراحة، و والله يستاهلون صراحة، وطبعا ما وصلوا للمراحل هذه إلا من جودة قصائدهم ومشاعرهم الحية وشعورهم الطيب تجاه المناسبة. وكل أنا واثق تمام الثقة إن كل شاعر وده يشارك في هذه المناسبة، واللي شاركوا بيض الله وجيههم ما قصروا، وصراحة قصائدهم جزلها لأبعد الحدود، واتمنى له التوفيق صراحه. شكرا ابو ممدوح، الله يعطيك العافيه. تفضل ابو يزيد. قصيده رائعه في 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 منتهى الروعه، يعني من
من القصائد اللي يمكن الليلة حظنا جميل جدا وحظ المستمعين في هذا الشعر الجميل. ولكن ملاحظ الأخوي الشاعر إنه موقف الأمير سلمان الله يحفظه طبعا موقف فوق كل الكلام ويضرب به المثال في على كل المستويات، ولكن ما نقدر نقول إنه جسد شروط التلاحم واكتمل مضمونه. له سنة من يوم وقع سيدي ميثاقه ميثاق ضارب في العمق وضارب في القدم وضارب في النبل والجمال والكرم، فما هو جديد يعني. نعم. هذه الفكرة يعني، لكن فكرة الشاعر رائعة جدا وبشكل عام. الله يعطيك العافية. تفضل أبو ماجد. قصيدة رائعة جدا، قلت لها من يعني من القصائد العالية جدا، وأشكر شاعرها على شعوره وعلى شكرا أبو ماجد، الله يعطيكم العافية جميعا، شكرا لكم. نتعرف على اسم الشاعر أبو بدر. شاعر محمد بن عبد الله العتيبي. شاعر محمد بن عبد الله العتيبي، الله يعطيك العافية على القصيدة، نتمنى لك التوفيق في المراحل المقبلة من المسابقة. القصيدة السابعة والأخيرة يا أبو بدر، الأخيرة طبعا في الجولة الثانية. نعم. جاتك بنات الفكر تلعب في رضا المعنى طرب، تلعب وتجذب في رضا المعنى حسين الحونها، وموثقة حكمة ودب ومسندها أصل ونسب، ما يختلف عن منهج الشعر الجزل مضمونها، أصوغها وقت الطلب وأهلها وقت الطلب، تطرب جماهير الشعر وتثير فيض شجونها، أصوغها وقت الطلب وهلها وقت الطلب، تطرب جماهير الشعر وتثير فيض شجونها. الله خلقنا فوق ظهر الأرض من عجم وعرب، شعوب مختلفة مكانتها ونهج فنونها، لكن مشاعرنا تساوى في فرح ولا غضب، نسعى لكسب الأفضلية ونخدم قانونها. أكبر دليل أن المشاعر تستوي حسب السبب، فاضت مشاعر سيدي سلمان عن مكنونها، سطر لنا معنى الأخوة في سطور من ذهب، تمر الأزمان المدينة تمر الأزمان المديدة ما تغير لونها، ورسم لنا معنى الأدب في لوحة انفاضت أدب، أحالها مثل النجوم اللي بعالي كونها، وقف مع سلطان وقفة أخ مسؤول ومحب، ومشاعر شدت لأبو خالد جميع ضعونها. يا سيدي سلطان لا باس ومجار من التعب، الشام خليلها عزوم ما يوقف دونها، كم من فعل طيب فعل كم من هب خير وهب، كم من ضعوف بالخوا كف دموع عيونها، لو البحر الأحمر نضب جوده في ظلا نضب، كن الكرم مامونة عنده وهو مامونها، قلوبنا من شوقها كنها على صلو اللهب، وعيوننا مع كل طلعة شمس ترقب نونها. الله يردك سالم وغانم من حذوف التعب للديرها اللي لو تغيب ظل بين جفونها. شكرا، يعطيك العافية. تفضل أبو ممدوح. قصيدة جيدة ولا أجد منها مشاعر شعرها الحقيقة، تطرق كل المواضيع، ولكن في هنا بعض من المفردات كانت مذكرة وأنثها، اللي هو يقول لو البحر الأحمر نضب جوده يفيض ولا نضب، كأن الكرم مذكر أمانة عنده هو مامونها، الكرم ذكر طبعا هو في العجز سواه مؤنث. فالحقيقة الأشياء هذه اللي تانيث الحرف المذكرة أو تذكير الحرف المؤنثة، هذا اللي أعتقد أبو تسمح لي أبو ممدوح داخل معك، أعتقد أنه ما فيها شيء، أنه لو أحد أعطاك مثلا شيء أمانة، ما يقولك مثلا هذا الصندوق أمانة عندك، أمانة عندك يقول أمانة، أي في أي ما فيه أطلع عن عميل له، والكرم أمانة بعد، الكرم مذكر حتى الصندوق أمانة بعد طبعا مذكر، لكن مأمونها أعطاه يقوله، لكن الحقيقة مأمون الأمانة يرجع الضمير على الأمانة. القصيدة أنا أقول لك القصيدة كذا لا يجوز أنك تذكر أو تؤنث المذكر، تؤنث بداية القصيدة طبعا
بداها بحرف مذكر. صحيح. المفروض انه يختمها بحرف مذكر يعني. فالمجهود جيد، انا اقول له ما قصر وصح الزمان. الله يعطيك العافيه، بس اسمح لي على المداخله ترى، لانه انا يعني شوي كل وجهه نظر. اي ودي اقف الى حد كبير في صف الشاعر. انا برضه واقف في صف الشاعر، لكن هذه ملاحظه. انت في صف القصيده يعني. برضه الشاعر يلاحظها ثاني مره، ما يقول كان الكرم مامونة عنده. الكرم مامونة عنده. أمانة مامونة. أمانة عنده وهو لا ما قال أمانة، مامونة عنده وهو مامونها. نعم نعم، اسمح لي. تفضل أبو يزيد. والله الشاعر أنا أرى أنه أصاب كثيرا وأخطأ قليلا، وعلشان طبعا نريح هنا الخطأ هذا، أنه طريقة الكتابة يعني ما كانت في مستوى القصيدة، يعني القصيدة مكتوبة كأنها كتابة نثر عادي، يعني يضع بين الشطر والشطر مجرد شرطة بسيطة. لكن شعريا القصيدة في قمة الروعة، قصيدة كتبت بصدور من ذهب، يعني فيها من الجمال ما يستحق أن نتوقف عنده مفردة مفردة. ويعني ما في جديد الليلة، كل القصائد جميلة، وهذه تعتبر من قمة الجمال اللي وصلنا الليلة. الله يعطيك العافية أبو يزيد، شكرا جزيلا. تفضل أبو ماجد. والله قصيدة هذه قصيدة جميلة جدا، شاعرها مبدع ومتمكن وأجاد، يعني أجاد وبأسلوب ما هو مختلف عن أساليب القصائد الأخرى. هو أقول له صح لسانك يا شاعرها، يعني بدأ في موضوع ودخل في موضوع آخر، يعني أجاد في كتابته، يعني في تعبيري عن سمو الأمير سلمان عبد العزيز، ودخوله في سمو الأمير سلطان عبد العزيز كان دخول رائع جدا. وأشكر شاعر أهل قصيدة على قصيدة. شكرا لك، شكرا لكم جميعا على التحكيم. تفضل أبو بدر. الشاعر محمد العبدان اليامي. الشاعر محمد العبدان اليامي، الله يعطيك ألف عافية على القصيدة، ونتمنى لك التوفيق ومشاهدتك في المراحل البث المباشر المقبلة إن شاء الله. انتهت الجولة الثانية، انتهت الجولة الثانية مشاهدي الكرام. فاصل قصير، نشاهد خلال هذا الفاصل بعض ما قاله رجال الأعمال حول ملازمة صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن عبد العزيز للأمير سلطان بن عبد العزيز في رحلته العلاجية، ثم نعود للجولة الثالثة. سلامة تطول الغيب.